على اسم مصر يميلي عين على اسمها الحلوين. وانا نفسي مرة من نفسي الاذن حبة يا عم جهيد. على اسم مصر نزلت السوق حظي على في يومه يسوق. وإن كانت الأيام دي تقيلة نسرها بكرة يا مصر ترى. على اسم مصر ببيع الفل وأنا وحدي بس بقول للكل صلوا على المختار تظبط وسمعونا بقى ست الشوق. على اسم مصر بطل مصر يا صاحبي. اهلا بكم اعزائي المشاهدين واحباء قناه الطريق في كل مكان. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا على اسم مصر. برنامج على اسم مصر بيناقش كل ما يهم مصر، كل ما يهم المصريين، من فنون، من رسامين، من مثقفين، من شعراء، من ادباء. كمان بقينا بنناقش البيت المصري ومشاكل البيت المصري، بنناقش كل مشاكل بيتنا ولكل حاجه تخص بيتنا. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على الإدمان واللي لسه ليها سلسلة حلقات تانية إن شاء الله هنتابعها مع مختصين هيكلمونا عن تجارب شخصية، عن مدمنين متعافيين، عن مدمنين بيمروا بمشاكل معينة وإزاي نتعامل معاهم بطريقة سليمة. لكن حلقة النهاردة بتتكلم عن من زرع حصد. اللي بيزرع خير بيلاقي خير، اللي بيزرع شر بيلاقي شر، اللي بيزرع حب بيلاقي حب. الله محبة، ده كلام الإنجيل وكلام ربنا بيقول إن إحنا لازم نحب بعض. أحبوا أعدائكم، أحبوا أقاربكم، أحب قريبك كنفسك. طب إزاي الإنجيل بيقول يحبوا بعض وممكن يكون في إخوات في بيت واحد عايشين في نفس المكان ما فيش بينهم محبة، زوج وزوجة ما فيش بينهم محبة، ما فيش بينهم تفاهم؟ أنا شايفة إن إحنا بقينا بخلة في الطبطبة، بقينا بخلة في الاحتواء، بقينا بخلة في الكلمة الحلوة. حتى ما بقاش عارفين نقول لبعض كلمة حلوة، حتى ما بقاش لاقيين وقت لبعض إن إحنا ندردش أو نتناقش مع بعض. ما بقاش في اهتمام، حتى لو في حب يا جماعة وما فيش اهتمام مش هيبقى في حب. الحب بيروح بيدوب من قلة الاهتمام. إيه اللي بيحل الحب؟ الاهتمام. لازم احس دايما اللي معايا بيهتم بيا او انا بهتم بيه. ما هي مساله خد وهات ما بتنفصلش. بمعنى ان انا لو ما لقيتش شريك حياتي بيحسسني دايما ان انا مهمه عنده وان هو بيحبني وان هو بيخاف عليا وان هو بيحتويني وان هو بيطبطب عليا، هدور عليها بره. ولو ما دورتش عليها بره هبقى جافه من ناحيته، هيبقى في مشاكل، مش هيبقى في حب، مش هنستحمل بعض، مش هنراعي بعض. دي البداية، ده بين الزوج والزوجة وبين الأخ وأخوه. ما بالك بقى بين الابن وأمه وبين البنت وأمها وبين الأولاد عامة وأهليهم. بلاقي ناس بيأهملوا أهليهم بالست أشهر ما يسألوش عليهم. بلاقي ناس بيفتقد أبوه أمه وما بيعرفش غير إن أبوه أمه ماتوا بعد فترة. طب أنت كنت فين الوقت ده كله ما سألتش ليه؟ والله مشغول، والله السفر، والله الأولاد، التليفونات غالية لو مسافر برة. الناس ليها حق، الناس ليها حق عليك، ليها حق أمك تسأل عليك. اسأل على أمك، احتويها، هي ملاش غيرك، حتى لو ليها 10 أولاد غيرك كل واحد فيكو ليه معزة محتاجة أن كله يسأل عليا. مش شرط أن واحد سأله خلاص، لا أنا محتاجة إلى 10 يسألوا، ال10 يحسوني بالاحتواء وبالحنيه اللي انا اديتها لكم. هي لما كانت بتيجي تاكلكم او تيجي تطبطب عليكم ولا تيجي تبين لكم حبها او تجيب لكم حاجه كانت بتجيب لواحد وتسعه؟ لا، كانت بتجيب لخمسه وخمسه؟ لا، كانت لما تيجي تحط الاكل وتلمكم تاكلوا كلكم كانت بتدي واحد واحد؟ لا،
بتعاملكم كلكم بنفس المعامله. فبلاش بلاش نفرق، بلاش مشاغل الدنيا تلهينا على عز مالينا اقرب مالينا. في ناس اهاليها بتموت ما بتلحقش حتى تتودع منها، والله والله في ناس غاليه عندي قوي، سمعت خبر وفاه اهاليها بس يمكن ما السفر ما لحقوش ان هم يتودعوا منهم، يتقابلوا في التراب، بيتقابلوا في التراب يعني ما بيشوفوش بعض، ما بيلحقوش يتودعوا من بعض. يا جماعه صدقوني الدنيا مش دايمه، الدنيا محتاجه ان احنا نكون في مرونه شويه. في ناس جايه بتقول لك انت جايه بتكلمي على الحب، حب يا ستي واحنا فايقين الكلام ده؟ طب تعالوا نشوف راي قداس البابا ايه في الحب بالنسبه للمفهوم المسيحي ونرجع لكم. سؤال: ما معنى الحب في المسيحيه وما اثره على الجنسين؟ الحب في المسيحيه هو ان تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، وتحب قريبك كنفسك، هي دي. وتحب قريبك يشمل فيها الأب والأم والجرايب والأصحاب، وممكن حب الزوج لزوجته. أما اللي بيقصدوه في السؤال ومش قادرين يعبروا عنه أو مكسوفين يقولوه، اللي هي يعبر عنها كلمة الجنسين دي، فالحب الذي يقود إلى الزواج ما عندناش منع يوجد، لكن الحب الممزوج بالخطية ما نوافقش عليه. ساعات كلمة حب بتحل محل الشهوة، وربما تكون شهوة بيسموها حب. وأنا فاكر مرة في ديسمبر 71، يعني بعد الرسامة بكم يوم كده، أحد الصحفيين سألني سؤال: ما الفرق بين الحب والشهوة؟ فقلت له: الشهوة تريد دائما أن تأخذ، والحب يريد دائما أن يعطي. يعني شهوة المال عايز ياخد مال، شهوة عاطفة عايز ياخد عاطفة، شهوة مناصب عايز ياخد مناصب، شهوة عظمة عايز ياخد عظمة، لكن الحب هو البذل. شفتوا البابا شنو ده بيقول لكم ايه؟ الله محبة، لازم يكون في حب في الدين المسيحي. الدين المسيحي اصلا مبني على الحب. مفيش حب مفيش ربنا. اذا كنت انت ما بتحبش ربنا هتحب مين؟ ما انت في البدايه ما بتحبش ربنا هتحب مين تاني؟ هتقرب وتحتوي مين تاني؟ هتهتم بمين تاني؟ يا جماعه طبطبوا على بعض، احتضنوا بعض، اسالوا وودوا على بعض. واحد النهارده منزل بوست بيقول لك بيتكلموا عليا حلو بعد ما مت. طب ما سمعتنيش كلمة حلوة ليه وانا عايش؟ انتوا مستنين ايه؟ مستنين ايه علشان تحبوا بعض؟ مستنين ايه علشان تبطلوا بخل المشاعر اللي انتوا فيه؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ عارفين ايه؟ بعدنا عن ربنا، بعدنا عن روح الكنيسة، بعدنا عن الوقت اللي بنقضيه مع ربنا. وبقول لكم الكلام ده صدقوني بامانه، انا شايفه الفيسبوك هو اللي مضيع كل ده. دي بلوه، بلوه مهتمين بيها طول النهار وماسكين التليفون وقاعدين عليه 24 ساعه. بس ما سالتش عليا ليه؟ ازيك عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب وانتهينا. لكن ان انا عندي اصلي بصحى متاخر، اصلي ما صمتش، اصلي ما اعترفتش، اصلي ما عنديش هدوم مكويه، اصلي شعري مش عاملاه. هو في ايه؟ ما بقاش عندكم وقت ان انتوا تقعدوا مع ربنا؟ ما بقاش عندكم وقت ان احنا نصلي؟ ده في ناس جايه بتقول لي انا افتكرت اقول امانه الذي قبل ما انام يا ما قلتهاش. طب وجايه لنفسك ليه؟
لا بلاش احسن، ربنا مش مستني منك شحاته بصراحه، يعني كتر خيرك بصراحه انك افتكرت تقول ابانا الذي كملته. لا والله انا ممكن اقول ابانا الذي وانا بغني، يا سلام، اصل مشغوليات بقى والواحد ما بيصدق يحط دماغه على المخده ينام. طب ما تدي مشغولاتك من زي ما بتدي الفيسبوك ولا اللك ولا القعد مع فلان وعلانه ولا النميمه، ادي ربنا 10 دقايق. ما انت لو اديت ربنا 10 دقايق هتدي بيتك 10 دقايق، اذا كان مراتك او اذا كان جوزك، ولا انتوا رايكم ايه؟ صدقوني يا جماعه، لو البيت مبني على الاساس صح وفي بين الراجل ومراته حب واحتواء والاتنين بيتحملوا بعض والاتنين بيقبلوا بعض، بيقبلوا كلام لبعض مش بيقبلوا ويضحكوا في وش بعض، لا اقبل ان لما جوزي يزعق لي ويتنرفز عليا اهدى، مو اكيد هو جاي من بره متضايق، عنده مشكله، في حاجه حاصله معاه، حد مضايقه، ضغوط الحياه، المصاريف الزياده، قله شغل، ما هي بره انا ما اعرفش، انا قاعده في البيت ملكه بأزأز لبه وبتفرج على التلفزيون وقاعده بعد ما بخلص اللي ورايا، ما اعرفش هو بره شايف ايه. لو جت اداني كلمتين ولا متضايق ولا بتاع، اهدي، امتصي، خليكي زي السفنجه. وانت لو مراتك متضايقه او لو مراتك مكشره احتويها، شوفها مالها، اتكلم معاها، هي ملهاش حد غيرك انها تفضفض معاه، ملهاش حد غيرك في الدنيا انها يحتويها ويطبطب عليها وياخدها في حضنه يشوف مالها، يشوف مشاكلها، ما هي برضو ممكن يكون عندها مشاكل، ممكن عندها حاجات مش ملهاش حد تحكيه له غيرك. طول ما البيت ماشي على اساس صح وطول ما البيت موجود بين الراجل والست محبه، موجود بين الراجل والست احترام، اهتمام، وصراحة متبادلة بين الاتنين، هتربوا أسرة سليمة، هتربوا أولاد سليمة، هتربوا عيال ما بتكدبش. لا هما ما فيش حد ما بيكدبش، بس على الأقل متربيين أحسن، أو كدبهم سهل وبسيط، أو ما عندهمش اللف والدوران. هتربوا عيال متربية في حضن المسيح، متربية في حضن الكنيسة، ما بتسيبش الكنيسة، ما بتسيبش مدارس الأحد، ما بتسيبش الاجتماعات، ما بتسيبش المؤتمرات بتاعت الكنيسة، موجودة متواجدة على طول في الكنيسة. ده لو انت عامل أساس في البيت صح هتبني تطلع العمارة كلها سليمة، لكن لو انت عامل الأساس بقى أي كلام هتطلع العمارة ايه؟ هوا، هتقع. لازم يكون في حب من البداية، لازم يكون في احتواء واحترام من البداية، والحب ده يبقى مع عيالنا. يعني ايه مع عيالنا؟ طب ما انا بحب ابني، انا بحب بنتي، ده انا موديها مدارس خاصة، ده انا موديها مدارس لغات، ده انا موديها مدارس مش عارفة ب100 ألف و200 ألف جنيه في السنة انترناشونال، برافو. انت موديها عشان ترفعي من مستواها، بس موديها عشان تتباهي باللي انت بتعمليه. انت ملبسه بنتك طقم بمبلغ وقدره بتفرحيها بيه، بس علشان مستواكي ما يبقاش فلانه وفلانه بنتك اقل من لبسه. طب احنا دلوقتي لبسنا ودخلنا مدارس عاليه، طب وبعدين؟ اتكلمتي مع بنتك شفتي مشاكلها ايه؟ خدتيها اول ما جت من المدرسه قلت لها ايه اللي حصل وحصل ايه مع صاحبتك وزميلك قال لك ايه؟ طب المستر قال لك ايه؟ طب الميس قالت لك ايه؟ طب الكلام حصل ايه؟ طب وريني الواجبات. تعالي اتكلمتي معاها شفتي مشاكلها ايه؟ شفتي حتى لو مشكله ان قلم رصاص ضاع منها او السيكه ضاعت منها وخايفه منك او قطعت حاجه لصاحبتها وخايفه شفتي مشاكلها البسيطه دي اللي هي بالنسبه لها حاجه كبيره؟ اتكلمتي مع ابنك اللي في سن المراهقه ومش عارف صاحبه بيقول له ايه، او صاحبه بيقول له تعالى نمشي من ايه، او تعالى نزوغ من الحصه دي، تعالى نلعب بلياردو، تعالى نقعد على القهوه شويه، تعالى نعاكس البيت دي، اتكلمتي معاه؟ فكرتي تهتمي بيه؟ ولا هو الكلام في ايه؟ في ان انت بتجيبي له موبايل غالي ولابتوب ومش عارفه لعبه ايه ولبس ايه ونشترك في نادي ايه وتعالى نلعب سباحه وتعالى، ده ايه ده؟ ده الكلام ده للمظاهر ولا الكلام ده لإيه؟ أه بتحبي عيالك، أه بتخافي على عيالك، بس ما بتخشيش جوه عيالك، ما بتوصليش للي في تفكيرهم إيه ومشاكلهم إيه، ما بتصاحبيش عيالك إنك تنزلي المستوى، دايماً بس اسكت،
تحرجيه وتيجي تقولي ما تخشش بين كلام الكبار، لا انت ممكن تقولي له برافو حبيبي حلو، بس انا وطنط هنقول حاجه، ما ينفعش سنك يعرفه، او حاجه حريمي شويه، او حاجه ستاتي. بلاش تحرجيه، بلاش تكسري بخاطره، اتكلمي معاه وناقشيه، خدي ارقام زمايله في المدرسه او صحابه في الكنيسه او وات ايفر، اي صاحب ليه، واعرفي صحابه مين اللي بيمشي معاه، وصاحبي صحابه، صاحبي صحاب ابنك وصاحبي صحاب بنتك، علشان تعرفي المستوى التفكيري اللي بيتعرض له ليه اولادك. يعني انا ابني بيمشي مع واحد ماشي اوكي، ابن ناس وكويس، بس تفكيره ايه؟ انا مش بتكلم ان انا ابني بيمشي مع ابن البواب، ولا ماشي ابن البواب على عيني وراسي، ما يمكن ابن البواب ده تفكيره احسن من تفكير ابني، هيفيد ابني اهلا وسهلا. لو حد ملياردير هيمشي مع ابني وهيضر تفكير ابني، لا بلاش منه. لازم اللي صاحبه ابني يكون نفس التفكير او نفس التشابه العقلي، التفاهم. ليه اصحابك اصحاب عيالك بيبقوا متفاهمين قوي مع بعض؟ يعني غالبا 90% متصاحبين، مشاكلهم قليله. عارفه ليه؟ عشان هم فاهمين بعض، فاهمين سن بعض ايه، عارفين ان هم يحتووا بعض. وكلهم بيجي يشتكوا من مين؟ من بابا وماما. دي ضربتني عشان ما ذاكرتش، دي ضربتني عشان جبت درجات وحشه، دي ماما زعقت لي علشان كركبت دولابي، دي ماما زعقت لي عشان سريري متبهدل، علشان انا هدومي مش عارفه فين، علشان مكتبي عليه مكركب، على طول زايق. لا حبيبي الله حلو بس رتبه احسن، حبيبي السرير جميل بس لو فردنا دي هيبقى احسن. هاتيها بطريقه حب، بينوا الحب على طول لولادكم، تعالوا نخف الزعيق. انا شايفه كميه اولاد وشباب بتنتحر في لسه في رعايه، لسه في بدايه تفتيح الورد، لسه ورد بيفتح، اللي يرمي نفسه من فوق البرج، واللي ترمي نفسها تحت المترو ويحط راسه تحت المترو لغايه لما يفرفر راسه تتقطع، واللي مسك في كهربه المترو واتفحم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل لسن العشرينات؟ احلى سن واجمل سن، ولسه في رعايه شبابهم، لسه ورده بتفتح، يفكروا في اكتئاب وانتحار؟ ليه؟ من مين؟ ما اكيد البيت الاول عليه عامل، اكيد في مشاكل في البيت خليته يوصل لكده، مش هنحط العامل الاساسي على بره. ايه اللي وصله نفترض ان العامل الاساسي لبره، العامل الاساسي اللي ادى انتحار هذه الشباب، العامل الاساسي لبره. طب اللي جوه بقى عمل ايه؟ احتواه امتى؟ صاحبه امتى؟ طبطبت عليه امتى؟ خدت واديت وناقشته امتى؟ عرفت امتى مشاكله علشان ما يوصلش للمرحله دي؟ التغيير بتاع 380 درجه ده وصل له امتى؟ انت كنت فين؟ انت كنت فين؟ كنت فين لما اولادكم اتغيروا كده؟ ما لاحظتوش اي حاجه؟ ما شفتوش اي تغيير؟ لو انتوا مش مقصرين، ولو انتوا عاملين دوركم على اكمل وجه، التغيير اللي حصل للاولاد دي منين؟ يا جماعه تعالوا نصارحوا بعض، بلاش نفضل كل واحد يحط حاجه يداري عليها غلطه، او يحط شماعه يحط عليها غلط الاخر. لا ده اصل ابوه، لا دي امه، لا ده عدم اهتمام، لا ابوه ميت، لا امه ميت، ايه ده؟ لا اصل المدرس رخم، لا اصل الدكتور رخم عليه، لا اصل هو الدكتور قاعد حاطه في دماغه، ونفترض الدكتور رخم عليه، هزعل من الدكتور شويه بس هلاقي في البيت اللي هيطبطب عليا وهيهديني، معلش استحمل، الترم قرب يخلص وهيدخل على الترم الجديد. ده احنا ما كملناش شهرين في الدراسه، ما كملناش شهرين في الدراسه والعيال بتموت. ده احنا كنا نقول يا لهوي العيال انتحروا، ده مش عارفه، ده بينتحر، ده بيموت نفسه، بيعذب نفسه غير عذاب ربنا فوق. من ايه؟ ايه اللي وصله للدرجات دي؟ ايه اللي خلى عيالنا توصلت للدرجات دي؟ يا ناس عشان خاطر ربنا، علشان خاطر ربنا، يا ريت مرة واحدة خدوا كلامنا زي ما بنقول لكم الكلام ليكم، احنا بنقوله لينا احنا كمان، احنا كمان لينا اولاد.
احنا كمان بتكلم معاكو بفكر بصوت عالي، بفضفض معاكو. انا مش جاية ان انا بعمل عليكو قدوة، او ان انا جاية بقول لا، انا مش بنصح حد، انا بدردش مع اهلي وحبايبي وصحابي وعيلتي. انتوا عيلتي الكبيرة، بتكلم معاكو، بتناقش معاكو، بفكر بصوت عالي. تعالوا نطبطب على ولادنا، يوه ده احنا عندنا ضغوط، ده احنا تعبانين، ده احنا مشاكل البيت، ده انا لغاية لما بخلص المطبخ والشقة بكون تعبت. ماشي، هتيجي بعد كده تقول يا ريت، هتيجي بعد كده تندمي، هتيجي بعد كده تقول يا ريتني كنت قعدت معاه وكلمته وشفت ماله. طب وليه نوصل يا ريت؟ هي من امتى كلمه يا ريت نفعت يا جماعه؟ ما تيجي نشوف عيالنا مالهم، تعالوا نتكلم معاهم، تعالوا نحاول نخرجهم شويه من اللي هما فيه، نشوف الضغوط ايه، المشاكل ايه. المشاكل لو في ماده اتكلم مع المدرس زي ده شويه عليه، او يفهمها له بطريقه تانية، اغير المدرس، اشوف تفكير ابني ولا بنتي واصل لفين، احببه بيها في طريقه من ما، احاول ان انا اطلعه من المود الوحش اللي هو فيه باي حاجه تانية، بحاجه حلوه هاتيها له، بيسمعيه كلمه حلوه، خرجيه معاكي يتمشى شويه، طلعيه من اللي هو فيه باي طريقه. انت ام، واضرب بالطريقه اللي تقربي بيها لابنك او لبنتك. ما تخليش ابنك ولا بنتك يروحوا لحضن غيرك، ولو قفلت بينتحر. بلاش بلاش نوصل للحته دي عشان خاطر ربنا، علشان خاطر ربنا بلاش نسيب عيالنا للشارع. وما ادراكوا بالشارع، الشارع تربيته مختلفه تماما، تربيه الشارع غير تربيتنا، لان بيقابل في الشارع اشكال والوان. طول ما هو قاعد بيقابل، انت مش هتفضلي حرساه ولا حرصها ايه اللي بيتقابل في الشارع، مش هتفضلي شايفه اصحابه بيبصوا في ايه ولا بيتفرجوا ايه ولا بيعملوا ايه، مش هتقدري تتابعي. عارفه تتابعي امتى؟ لو انت بينك وبين ابنك او بنتك صراحه جامده قوي، او واصلين لدرجه 60% من الصداقه، فهتيجي تقول لك ماما شفتي واحده صاحبتني وريتني فيديو مش حلو بتقول لي ايه ومش عارفه ايه، فانا قلت لها لا ما ينفعش. ماما شفتي واحد صاحبي بيعرض عليا سجاره، فانا بقول له لا، صحتك ملهاش ثمن، صحتك ما بتتقدرش بمال زي ما حضرتك علمتيني. بصي بقى هو جاي بيقولها لك ازاي. ماما احنا قعدنا على قهوه وكنا قاعدين عليها الصبح بناكل سندوتشات، فالراجل قال لنا اجيب لكم شيشه ولا انتوا عيال، فاحنا اتكسفنا فطلبنا شيشه تفاح وشربناها. فانا جيت اقول لك عشان لو حد من صحابي جاي يذلني او يعايرني ان يقول لك، فانا اكون قايل لك الاول. فعلا بيجي واحد صاحبه يعمل معاه مشكله، فبيقول له انا هقول لامك، فالولد بيروح رن على ماما وفتح المايك، يا ماما مش انا قلت لك حصل ايه النهارده؟ حصل كذا كذا. قال له انا ما بخبيش حاجه على امك. قال له لا انت ما تخبيش حاجه، لما اتكسف فرحته في موقف بايخ. قال له انت ما خبيتش عشان انت ابن امك. طب وايه يعني ابن ام؟ امال هو ابن مين؟ ما هو ابن مين؟ ما هو ابن امه وابوه. ما تخلوش حد يلعب بعيون عيالكم يا حبيبي، ما هو انت ابن امك وابوك، لازم تكون في مصارحه بينك وبين امك وابوك، لازم تحكي كل حاجه كبيره وصغيره لبابا وماما، ما تخافش منهم، دول اكتر ناس بيحبوك. ابوك وامك اكتر ناس بيخافوا عليك، بيخافوا عليك اكتر من نفسهم، حتى لو هما مش عارفين يبينوا لك الحب اللي انت عايز توصل له، حتى لو بابا وماما بيشدوا عليكي، هما بيشدوا عليكي خوفهم عليكي من اللي بيشوفوا بره. ما تخبيش حاجه على ابوكي وامك، لو واحده صاحبتك قالت لك حاجه، لو واحد زميلك قال لك حاجه، ارجعي للبيت وقولي لهم في البيت، صرحي بابا وماما. زي ما بتخافش من اب الاعتراف وبتقول لاب اعترافك في الكنيسه على كل اللي مضايقك، قولوا لبابا وماما. لو بابا وماما مش عارفين يصاحبوك حاول انت صاحبهم، لو بابا وماما مش عارفين يحتووكي حاولي انت ابني علاقه بينهم، لو في حاجز بينك ما بينهم انت اللي متخيلاه لا شيليه. العلم اللي عندك في اللي انت متعلماه حاليا غير اللي عندهم، ثقافتك وثقافه الانترنت غير الثقافه بتاعتهم، انت انزلي لتفكيرهم وقربي منهم. يعني بلا مش هبقي مش هحط العبء كله على الاب والام،
هحط العبء كمان على الاولاد اللي هم من فوق ال 16. ابتدينا من فوق ال 16، عندنا وعي، عندنا ادراك، عندنا فهم، عندنا يعني مين بيحبني ومين ما بيحبنيش، عندنا تقدير. فانت عارف ابوك وامك هم ايه عندك وهم بيعملوا ايه عشانك. لو انت عايز توصل لهم معلومة اروح لهم، انت اللي دور عليهم. تعال اقول لهم بص يا بابا حصل ايه، بص الدكتور قال لي ايه، بص المستر النهارده قال لي ايه في السنتر، بص الميس بتقول لي ايه في الدرس، بص الاسيستنت اتخانقت معاها ازاي. خلي، مش هقول لك ان انت مش عايزه يبقى في حاجه خاصه بيا، لا خلي ليك خصوصيه، وانا مش هقول لك قول لهم كل حاجه، بس الخصوصيه بتاعتك هتبقى حاجه ايه بينك وبين صاحبك، حاجه بينك وبين زميلتك، حاجه يعني تخص دراستك، تخص واجبك، تخص واجب عملته مع صاحبك، حركه جدعنه عملتيها مع زميلتك، ماشي. لكن يا ريت تحط بابا وماما في الاعتبار وفي الاساسيات ان انت تقول لهم كل حاجه. يا ريت نحط اساسنا في بيتنا، صب كل حاجه جوه. هو ينفع صب بره الكوبايه ولا جوه؟ صب كل حاجه جوه البيت، ابنه في البيت، اذا كان الاولاد تبني لاهاليها او الاب والام يبنوا لاولادهم. ابنه حب مش ابنه بيوت، ابنه حب وصراحه واحتواء، ابنه طبطبه، طبطبه على بعض. احنا محتاجين الطبطبه، احنا محتاجين الكلمه الحلوه، احنا محتاجين الحنيه. صدقوني بامانه، انا بنتي ممكن احيانا بتيجي تكلم ماما انا كنت عايزه اقول لك حصل النهارده مع زميلتي، فاجي اقول لها طب معلش مش فاضيه، طب استني شويه اتفرج، طب استني مش عارفه بكلم ناس، اجي في ساعتها اقول لا انت كده كسرت بخاطرها، طب انا ضايقتها، طب تعالي قولي لي عايزه تقولي ايه، اه حصل وكذا وكذا وكذا. اديها فرصه، ما تكسفيهاش، اتكلمي معاها، حاولوا اخلقوا من الناس اللي عندها ولسه اولاد صغيره في سن الخمس وست سنين، ابتدوا معاهم حوار، اتكلموا معاهم، صاحبوهم من بدري. ما تبنوش جدار من الجفاف، من الجفاء، وتيجوا بعد كده تقولوا نتكلم او نصاحب. لا حاولوا، حاولوا، صدقوني صدقوني احنا قلبنا بتقطع على اولادنا لما نلاقي حد بيموت نفسه او بينتحر. يعني لما كنا بنلاقي حد بينتحر بسبب الادمان او المخدرات او الاستروكس الجديد ده اللي بيخلي الاولاد ينتحروا، كنا بنقوله طب ده مدمن. وفي كنايس بتقول او عموما بيقولوا ما ينفعش يتصلى عليهم عشان دول كفر، رغم ان في وجهة نظري انا، وطبعا وجهة نظري دي حاجة ليا انا تخص، ان هم مرضى، هم مش دارين هم بيعملوا ايه، هم تحت تأثير مخدر. لو هما في وعيهم زينا مش هيون عليك تعمل كده لجسمك، انت لو حباية صغيرة بتوجعك وبتفضل تتقلب، فازاي ان انت هتموت نفسك؟ صعب جدا. لكن اما يجي ولادنا يبقى خلاص نزلت الستارة السوداء، البلاك ليست نزلت كده، ومش شايفين حاجة تانية قدامهم غير ان هم بقى ده الطريق، بقى الموت الطريق الوحيد قدامهم والطريق السليم الانتحار. فايه الحل؟ ربنا يا رب ما يورينا حاجة وحشة في أولادنا، وربنا يا رب يحافظ على بيتنا ويحافظ على أولادنا. محتاجين إن احنا نحتوي، محتاجين إن احنا نحب بعض. اللي هيزرع حب هيلاقي حب، اللي هيزرع خير هيلاقي خير، اللي هيطبطب على مراته وهيحبها ويحتويها هتحترمه وهتقدره طول عمرها، اللي هتحترم جوزها وصوتهم ما يعليش وسمحتش يسمع بيهم وتستحمله هيقدرها وهيشيلها لها طول عمرها. الاهتمام ببعض، مش لازم اهتم اجيب لها هدايا، مش لازم اهتم اقول لها خدي وخروجات وفصح لا مش هي مش عايزه خروجات وفصح، لا هي عايزه كلمه حلوه، كلمه بسيطه. صدقني باقل كلمه، باقل كلمه بتكبر الخطر للطرفين، له بالمال ولا بالجمال ولا بالعمارات ولا بالذهب ولا الالماس، لا كلمه حلوه. هو ربنا محتاج مننا فلوس؟ هو ربنا محتاج مننا ان احنا نديله عمارات؟ لا، ربنا محتاج قلوبنا. مش بيقولك رب رب قلوب؟ ربنا محتاج قلوبنا. فزي ما ربنا محتاج قلوبنا احنا كمان محتاجين قلوب بعض، احنا كمان محتاجين نحن على بعض، احنا كمان محتاجين نحط كلمة كرامتي والتعالي والكبرياء ده لوحده.
حبوا بعض شوية. وعلشان نحب بعض لازم أحب نفسي. لو أنا جوايا حب لنفسي وبحب نفسي وبحب ربنا، الحب اللي جوايا هديه لغيري. لكن أنا لو بني آدم جوايا مفيش حب، طب هدي حب تاني لمين؟ هدي حب إزاي؟ فاقد الشيء لا يعطيه. أنا ما عنديش حب، هدي غيري إزاي؟ منين؟ واحد جيبه فاضي معهوش فلوس، تيجي تقول له هات فلوس هيديك منين؟ لكن لو جيبه فيه فلوس وطلبت فلوس هيديك معاه. هي نفس الحكايه، الحب نفس الحكايه. عندي حب هدي حب للي حواليا، عندي حنيه هدي حنيه للي حواليا، بعرف اهتم وبعرف اقول كلمه حلوه هقول كلام حلو لكل اللي حواليا. مش عايزه اقول كلام يضايق حد، مش عايزه اقول الفاظ تزعل مني حد، بس صدقوني بامانه الوقت اللي احنا فيه والضغوط اللي احنا فيها محتاجين بجد بجد ان احنا نحن على بعض. مش الحب، حن بكلمة حلوة، حن بسؤال، حن ان انت تضحك في وش حد. انت لو طفل ماشي في الشارع يتيم وقاعد بيبيع مناديل بتاع طبطبت عليه، ياه على الفرحة اللي هيفرحها. اتمنى ان احنا نرجع لبعض، اتمنى ان انتوا تفكروا في الحوار من اول وجديد، اتمنى ان انتوا تحتووا بعض. للحديث بقية، الحديث ما خلص، لسه في كلام كتير قوي بيتكلم فيه الحب، لسه كلام كتير قوي هنتكلم فيه مع بعض عن بيت العيلة والبيت الأسرة والبيت الكبير قوي اللي بيلم الأهل والأقارب. إلى اللقاء أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة، نتقابل معاكم على خير. على اسم مصر يرميلي عين، على اسمها الحلوين، وانا نفسي مره من نفسي الاذن حبه يا عم جهيد. على اسم مصر نزلت السوق، الحظ يعلى في يوم ويسوق، وان كانت الايام دي تقيله نسرها بكره يا مصر ترى. على اسم مصر ببيع الفل، وانا وحدي بس بقول للكل صلوا على المختار تظبط وسمعونا بقى ست الشر. على اسم مصر بطفي النار يا علو، وانا وحشتني ضحكت كل الناس حتى مذيعة الأخبار. يا بلدي ورد بلدي، قوم يا ابن بلدي وخلي مصر يا صاحبي تروح.